بارك الله فيك، يعني يعني أصنافهم العلماء، يعني بحسب علاقتهم، يعني هناك من يدخل ويريد يطمع، هناك الموالي، هناك المداري، هناك المعادي، المتخفي، كيف نميزهم ونتعامل معهم؟ يعني هذا يلبس على عامة الناس، قد طالب العلم ممكن يفهم، العالم يفهم الآخر، لكن عموم الناس. نعم، هو طبعا من القواعد الفقهية المتفق عليها، القواعد الخمسة، قاعدة الأمور بمقاصدها. طيب، وهذه القاعدة مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ولذلك قد تكون صورة الفعل واحدة، ولكن يعني بين الفاعل والفاعل كما بين المشرق والمغرب. ولذلك علماؤنا قالوا: تجد الرجلين ساجدين في المسجد الواحد، أحدهما أقرب ما يكون من ربه، والآخر أبعد ما يكون من ربه. فهذا الذي يدخل على الحاكم ونيته أن يرغبه في الخير، وأن يرهبه من الشر، أن يأمره بالمعروف، أن ينهاه عن المنكر، وأن يقرب له الدين، هو مأجور بغير شك. ويعني فعله هذا من الجهاد في سبيل الله. وبالمقابل من يدخل على هذا الحاكم من أجل أن يداهنه، ومن أجل أن يجامله، ومن أجل أن يزين له سوء عمله، هذا صنف آخر. صنف ثالث يريد أن يدخل على الحاكم ثم بعد ذلك يصمت على ما يراه من سوء وعلى ما يراه من منكر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قسمهم في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه، قال له: يا كعب بن عجرة، أعيذك بالله من أمراء يكونون من بعدي، فمن غشي أبوابهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد علي الحوض يوم القيامة. ومن غشي أبوابهم أو لم يغشها، يعني سوى النبي صلى الله عليه وسلم بين من غشي وبين من لم يغش، فلم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض يوم القيامة. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أخبر بأن علماء سيغشون أبواب الأمراء، ولكنه ميز بين صنفين: صنف يصدقهم في كذبهم ويعينهم على ظلمهم، فهذا الصنف برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس مني ولست منه ولن يرد علي الحوض يوم القيامة. والصنف الآخر الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، من أمثال من ذكرنا في كلام يعني سابق، فهؤلاء النبي عليه الصلاة والسلام يتولاهم، فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض يوم القيامة. أما قضية العامة، العامة يميزون بين من كان يبذل معسولا الكلام ومن يعد الأمانية الباطلة، وبين إنسان آخر يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وفي زماننا هذا على الأقل الإنسان ما يكون ناطقا بالباطل، يعني إن لم ينطق بالحق فلا أقل من أن يسكت، أما أن ينطق بالباطل وأن يزور وأن يقول على الله ما لا يعلم، أو أن يفتري على الله الكذب فيجعل الباطل حقا والحق باطلا، والمنكر معروفا والمعروف منكر، ويدور في فلك السلطان حيث دار. لكن شيخنا، المستبدون الآن لا يرضون بالسكوت، وإحنا رأينا هذا، يعني نعم رأينا هذا، المستبد لا يرضى بسكوت العالم ولا الداعية إلى الله. لا تنطق بالباطل، لا تنطق بالباطل، يعني لو أن الإنسان خشي على نفسه لا ينطق بالباطل، يسكت. هذا الذي لعله ترخص، هذه الرخصة. لا، النطق بالباطل إذا كان سيترتب عليه إزهاق دم، فقد أجمع أهل العلم على أنه ليس للمسلم أن يفتدي نفسه بمسلم غيره. يعني الآن دعك من السلطان، لو أن مجرما من المجرمين قال لي: إما أن تقتل شيخ عبد الباسط وإلا قتلتك، لا يحل لي، ولو أدى ذلك إلى قتلي. فها هنا ما بالك إذا كان سيؤدي إلى قتل أمة، يعني ليس يعني شخصا واحدا، إنما إفناء أمة من الناس.